أندراوس أستاذ. والآن الأستاذ جورج أندراوس. أنا في البيداء واحد. الأستاذ جورج أندراوس مدرس اللغة القبطية. مدرس اللغة القبطية بمعهد ديموس. هو اللي ملحن القصيدة أنا في البيداء واحد. ومعه الابن أنطون. أنطون نجل المعلم إبراهيم. يقدم أنا في البيداء. أنا في البيداء وحدي من الشعر الروحي لقداسة البابا مع تلحين الأستاذ جورج. Oh.
نود أن نشكر فضيلة شيخ الطريقة الدروشية الخلواتية الذي أوفد فضيلة الشيخ نور الدين زهني لتمثيله في هذا الاحتفال. كما أرسل رسالة تهنئة إلى قداسة البابا باليوبيل الفضي لقداسته. رئيس كنيسة اسكتلندا